انتبه منيح لدروسك تيتك. مو هيك حبيبي؟ كل هالحب وكل هالأكل جاي لعندي؟ انت بتأمر يا آغا. وهي لمين؟ هات لشوف، هاي لوحدة عشقانة كتير. برأيي مشكلتنا الوحيدة هي الحسد. من هيك المصايب عم تنزل على راسنا. اوف سواش، هاي شغلة محمد؟ هالشي أكيد حبيبي، فكرنا أخذنا كل النسخ، طلع مخبي نسخة لحاله، بدماغه الصغير قدر يلبك كل الدنيا، بس أنا بعرف شغلي معه، أنت لا تخافي، يلا نسي. هاي لإلك. بس كيف هيك سيد يعقوب؟ ماشي، أنا متفهمي حساسيتكم، بس الوضع كان له تأثير شي على شغلكم؟ أو عملكم شي إزعاجات من أي حدا؟ ياسمين خانم شو إلها علاقة بهالشي عيني؟ خليكم منطقيين شوي، هي حياتها الخاصة، هالشي ما بيعنيكم أبداً. ياسمين خانم تحبي وصلك على الوكالة ولا على البيت؟ والله إذا كمان اليوم ما رحت سيفقي رح تموتني، وديني على الوكالة أحسن.
ما لازم تتعبي حالك وما بدك تحطي شي ببالك ابدا. وقت بتحسي انك تضايقتي غمضي عينك وتخيلي الرجال اللي بحبك. وجودك جنبي بكفيني، لولاك ما بتحمل بنوب. انسي هالشي يا حبي، انسي. انت بدك تروح على الشركة؟ لا، لازم اروح على البيت، خليني اشوف شو صار بالوضع هناك. سيد هاكان، الملفات اللي طلبتها. نسليان خانوم، لارا لازم تروح على المدرسة. بتعرفي شي مدرسة منيحة؟ ما بعرف سيد هاكان، بصراحة اختيار المدارس شغلتها صعبة، بس تششك خانم معلمة، إذا بدك سألها إلها أكيد بتعرف أحسن. منيح كتير، أنا فورا رح شوف لك إياها بأي مدرسة. شكرا. صباح الخير يا أولاد. صباح النور. عدو، وين بقية الأولاد؟ بس إن شاء الله ما يكونوا مرضانين. يا أولاد أنتوا ليش ما عم تردوا علي؟ عملت لك فنجان قهوة. ايه يسلم. سافقي خانم، الكل صاروا على راسنا مثل الضابطة الأخلاقية، هالشي شو له علاقة بالشغل طيب؟ ما كان قصدي ازعجك. اوف، يعطيك العافية. شكرا. اهلين ياسمين، بعد هالغيبة تصورتك نسيتي العنوان، كيف حتى اجيتي لهون؟ وهلا اجيت على الدوام، خلص اجيت رح صلح كل شيء. خالي، شو صاير هون؟ وين العالم؟ نازان اليوم الصبح اجيت. هيك لكان، واخيرا تذكرت انه عندها اهل؟ مشتاقة لباران. امك هالمرة زودتها كتير صواش، خلت الحراس يشيلوها ويرموها لبرا. شو؟ حاولنا نمنعها بس ما سمعت من حدا فينا. يا ريتك لو شايف باران، يا قلبي مات من البكاء بس بده يشوف امه. ونازان كمان نفس الشي، من كتر ما بكي وحرقوا قلوبنا عليهم. احكي لي لشوف بالتفصيل عن حادثة القتل. والله يا اخي يا فوز انا مالي ذنب، هو استفزني وقال لي ما بتقدر تقوسني وسب امي كمان. لا يا بضاي اهدى شوي، ليش حدا قال لك انك مذنب؟ لو مانك قاتله منيح، بس الشغلة صارت. مين كان معك؟ ولد اسمه طوفان. كيف شكله؟ هيك بهالطول يعني واسمر وعمره اكبر مني شوي. فهمت مصطفى، استنى الاخبار مني. شكرا كتير يا اخي يا فوز، الله يجزيك الخير.
ماما انت شو عملتي؟ كيف بتعملي هيك؟ كيف بتصغريها هيك قدام كل هالناس ماما؟ لما مات جوزها انخرب بيتها وانتهت تماما. ماران كان صغير كتير، هي كانت بالعدة، استنيتها كتير مشان تلملم حالها، مشان يبتسم وشها من جديد وتكون سعيدة من جديد. حتى إذا بدها تتجوز ما كان عندي مانع، تمنيت هالشي، بس مو بهالشكل هاد. ما كان لازم تعمل فينا هيك. استرخصت شرفنا وعرضنا وعاداتنا وتقاليدنا وإمها وأهلها وعائلتها، داست عليهم وراحت. نازان نازان، يا ريتني دفنتك بتراب مثل كمال وما شفت هالأيام. يا ريت. لا يا أمي اوعى تقولي هيك، ما بصير. هاي بنتك، وشو ما صار بتضل بنتك وبتضل أمه لباران. إذا بدها تشوف ابنها لا تمنعيها، قد ما كان الغلط اللي عملته بحقنا كبير، الحقيقة أكبر غلط غلطته مع نفسها لما تجوزت هذا الندل. أنت ما عم تهتمي بحالك ياسمين، وما عم تيجي على الشغل، والشغل واحد ورا الثاني عم يلتغى. متأسف سيفكي. دائما بتتأسفي، بس هالشي ما بيحل الأمور، تدمرنا ياسمين، عم نغرق. صدقيني هالشي كله صار غصب عني. انت معك حق بتبريراتك ياسمين، بس اهملتي كل شي كذب هالشي. على القليلة كنتي تجي وتطلعي قدام الزباين وكنتي تقنعيهم كمان، بس هني معن حق بهالشي. كيف معن حق يا؟ نحن عم نشتغل لهم، شو دخلهم بحياتنا الخاصة؟ اللي ما عم تميز بين الشغل والحياة الخاصة هي انتي ياسمين، عم بيخافوا، فهمتي؟ عم بيخافوا. ماشي صواش حبيبك انتي، بس بالنسبة لهم واحد قبضاي عم بيتحاكم بجريمة، وفوق هالشي انتي عم بتغيبي عن العين وما عم تميزي بين الشغل والحياة الخاصة. اصحي بقى. هلأ بعد ما قرينا الدرس خلينا نحط كل كلمة بجملة مفيدة. الدفتر، الغيمة، الحرية، اكتبوهن على دفاتركن. فيكن تطلعوا هلأ، رح نكمل بالدرس الجاي. هي الأنسة اللي طلعت بالأخبار. حبيبي خالة، شو عم تعمل هون؟ يلا قوم خلينا نحكي مع بعض شب لشب. من مين زعلان؟ يلا قلي لشوف. خلص أنا ما عاد بدي حب تيتي، قلعت ماما، وماما بكيت كتير، ما رح حب الخالة إلهام ولا عمو أشرف كمان، ما عاد حب حدا أبدا. تعا حبيبي لشوف. اسمعني بقى، الولاد الصغار والكبار كمان احيانا بيزعلوا من بعض، مثل ما صار مع امك وستك، بس لا تخاف، كل شي رح يتصلح وامك رح ترجع على بيتنا. بس انت كمان بدك تستنى بدون ما تزعل او تبكي. تيتا ليش زعلانة من ماما خالو؟ يا مرت خالي، فداء احيانا بتزعل من بيهين، وانت احيانا بتزعل من امك وقت بتنيمك بكير. بس ماما لما كانت تزعل مني ما كانت تصرخ هيك. هلا انت لا تفكر بهيك شغلات، بعدين الرجال ما بيزعلوا. ما ابدا لا تزعل من شي، كل شي رح يخلص وامك رح ترجع. ماشي
شو عم يعمل حفيدي انا هون لشوف؟ خلص انا ما عاد حبك بقى، انت قلعتي امي، روحي. بس ابني عندها كل هالمال والاملاك بس ما عندها. بس شفنا كل هالثروة منين اجت؟ هيروين وميروين. زوجها بيدخل السجن وكمان فوق هالشي بيطلع له عشيقة. الحمد لله على السلامة تشيك خانوم، سمعنا وزعلنا كتير وقالوا الصف صاير فاضي كمان. ليش ضل حدا ما سمع؟ دائما الجرايد عم تكتب عنكم، طبعا الناس ما رح يبعتوا ولادهم. بس يا انسات عيب عليكم، هون مدرسة مو مكان للقيل والقال رجاءا. تشيك خانوم سيد المدير بده اياكي. شوفي ياسمين، صار لك كم يوم ما عم تجي على الشغل وصوركم منتشره بكل مكان والزباين خايفين وعم يهربوا، مو شايفين احنا بسببكم شو صار فينا؟ نحن عم ننزف ياسمين. شو اعمل سيفقي؟ شو منتظره مني اقول؟ طيب حولي ستاره كان عن بيك. الو، اهلين سيد كنعان، كيف؟ ما فهمت منيح، بس ليش يعني ما نكون مرتاحين من شغلنا؟ لا تقولا هالشي ما له علاقة بشغلنا ابدا، يعني شو لازم يصير؟ بس يا سيد كنعان فهماني. طيب قال هو بيلتزم بمبادئه، يا ريتك انت كمان ملتزمه شوي ياسمين. لا تقولي هيك سيفكي، انا التزامي معروف. يعني كذب ياسمين؟ بهالوضع عم تخليني واجه العالم لحالي. خسرنا ياسمين، افهميني بقى، خسرنا. الوكاله عم تتدمر. ياسمين انا كم مره قلت لك لبين ما تظهر براءة صواج بعدي عنه. مو مسمح لك تحكي هالشي. هيك يعني؟ اذا كان هالشي عم بيضرني انا كمان من حقي وضمن حدودي اقول كل شيء. انا من شان مشاكل حبك ما فيني ادمر هالوكاله. ياسمين ياسمين تفضل حضرة المدير. انت كيف بتكوني معلمة؟ انت مو مفروض يكون عندك ماضي وحياة نظيفة لتعلمي الولاد؟ نحن حاطين ولادنا امانة عندكم، بس صور زوجك منتشرة بالجرايد والتلفزيونات، ولادنا كمان عم بيشوفوا هالشي وعم يتأثروا فيه. يا خوانم رجاء انتهدوا، رح نحاول نحل الموضوع بيناتنا. حل الموضوع واضح يا استاذ، ننقل ولادنا من هداك الصف على صف غيره. مين جاي؟ الأخ يفوز بعد. تعال معي. ياسمين أنت منيحة؟ منيحة منيحة. مدري شو صار لي فجأة. تعي يا عمري تعي، امشي ارتاحي. قبل ما يجي بشير لازم تلاقوا هالندل وتنطفوا. لك وينو هالعديم الشرف؟ هالواطي اكيد ما راح عجهنم. لك بدكم تلاقوه حتى لو خبى حاله تحت سابع ارض. يلا يلا
لقينا تليفونه آخر، كان بالجنينة، يا أما مضيعه يا أما رمال ما عرف إنه بدنا نمسكه. يا فوز آغا بعتن عندكن. تفضل يا بضاي. يا فوز آغا تارك هدية مشانك. تفضلي أنسة. شكرا. جبت لك نعنع بالليمون. يسلموا بورشو. ترتاحي عليه. يسلموا ايديكي. انا صايرة عم ضايقكم كلكم ما هيك؟ انا خربت كل شيء. انا ما كان قصدي هيك، بس هلا ما ضل تحت ايدينا حدا غير شركة بالدار وشركة آية القابضة، وأنا تلبكت كتير. وتطلعي على كل هالناس اللي عم يشتغلوا هون، إذا ما حسننا ندير الوكالة شو بدنا نعمل؟ بعرف. طيب شو لازم أعمل؟ شو صار تشيك؟ ليش هيك صوتك؟ أخي كل المدرسة هون، أولياء الطلاب والمعلمات والطلاب، ما حدا بده يعني. اهدي تشيك، استنيني أنا جاي لعندك. السلاح اللي عم بدور عليه. امشي خلينا نروح نجيبه. اغا انت مهلني بس لبكره، مشان انا اعرف محله منيح واعرف وين مخبى. اسمع انا قوسته لهداك الواطي، اذا طلعت شي نداله من ورا هالقصه راح اوسك وراه. ما راح تطلع مو هيك ولا؟ ما راح تطلع اقسم بالله. اذا بدك بضل هالليله هون، بكره اعطيني 3-4 ساعات مشان اعرف محله. طيب اعطيني بوس ايدك اغا. ما في حدا رايح وجاي، أكيد ماسكينه لهالندل، بس إذا عاملينها وماسكين واحد من رجالي أكيد في شغلات كبيرة. أنا بعرف شو بعمل معه، ولكن اتصلوا فيهم فورا. أعميرا يا آغا. وين كنت يا واطي لهلا؟ انا صواش بالدار احمد مورا. لا تستغرب كثير، برهان عندي وعاد بضيافتي. انت نزلت المصايب على راسنا احمد مورا. اصلا انت اللي جبت المصايب على راسنا يا صواش، من جهه هون بنتي وكمان تعلنها بكل الصحف، وهلا بدون خجل ولا حياه بتحكي معي؟ وينك احمد آغا؟ خلينا نحكي بهالموضوع وش لوش. أصلاً ما في شي نحكي فيه،
انت من امبارح معلق حبل مشنقتك، اعتبر حالك ميت. انت وينك؟ خليني اجي ونحكي ونسكر هالمواضيع فورا. بدك تخليني وسخ ايدي بدمك؟ يبدو عم تحلم كتير. انت عندك هالجرأة يا احمد مورا؟ مشان هالشي بالاول بدك تواجهني. اللي وينك؟ خلينا نتحاسب رجل لرجل. خلصني يا احمد مورا، لا تخاف لهالدرجة، جاي لعندك لحالي. روحوا له، انت ابن امك المدلل. هلا او بعدين اكيد رح لاقيك يا احمد مورا، صدقني رح لاقيك حتى لو تخبيت تحت سابع ارض. لنشوف لامتى بدك تضلك متخبي. فكر حاله مجال رح يجي لحاله الان. بنفس اللحظه بيطب علينا الف شرطي. انا بعرف شو بعملك يا صواش، زودتك كثير. الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه، يرجى اعادته. وينه لك؟ وين هو متخبي؟ طول بالك خالي، اهدى. دوروا بكل المحلات اللي اعترف فيها وما لقوا هنيك. الآغا كل يوم بينتقل لمحل جديد. أشرف، خد الشباب للمصنع وخليهم بضيافتك هنيك. أمرك آغا. لا تخافوا من شي، انتوا هلا ضيوفنا بس لكم يوم، وبس ينحل هالموضوع رح نرجعكم لبيتكم سالمين. شوفوا، قال بده يجي. فكر حاله رجال. وين هالجرأة اللي عندك؟ انت يا دوب تستمتع بيومك مع نسوان الاعلانات. رسول، امرك اغا. خلينا بالليل نتهمهم لهدول، لنشوف مين بده يهرب ويتخبى. خليه يبين القبضاي من الجبان. جيت. تشيك، احكي لي شو صار. الصبح لما فتت على الصف نص الصف غايبين، اهليون ما عم يبعتوهم لعندي، وكمان اجوا على المدرسة وما تركوا شي، ما حكوا عني. انا خجلانة كتير اخي. ماشي، انت اهدي هلا، استنيني هون، انا رايح اشوف المدير. طيب اخي. صباح الخير حضرة المدير. أنا يافوز مورا، أخو ولد شيشك بلدار. أهلين، تفضل. الحقيقة شيشك كان زعلان كتير من هالتهم، والمعاملة اللي لقتها بالمدرسة زعلتها أكتر. أولياء الطلاب معهم حق يافوز بيك. إذا كانوا مصدقين اللي انحكى ممكن، بس شوف، صهري تعرض لمكيدة كبيرة، القصد منها إنه يشوهوا سمعته. صحيح ظهرت الحقيقة، بس تعرض لخسائر كبيرة، عائلته ونحن كمان. ما بحب تزعجوا أختي بسبب فكرتكم الأولى عن الموضوع. افتراء ولا لا لسه ما منعرف، بس اللي عم نشوفه واضح، ومو هي الأمور اللي ممكن يتسامح فيها بمؤسسة تعليمية. انتوا لا تشغلوا بالكم بهالموضوع. إذا المدرسة بحاجة لشي يفكروا بهالشي. 100,000 بتغطي احتياجات المدرسة؟ أكيد يا بيك. أنت كمان حزينة؟ لا ماني حزينة. مرحبا. أنتوا هون؟ وقت كنا عم ندور على مدرسة مشان نسجل فيها لارا، نسليهان قالت انك معلمة بهالمدرسة. امنا حملنا حالنا وجينا لهون. عملتوا منيح. انا بتمنى انه تكون معي، بس المدارس بلشت من زمان معي. يا ريت تنقبل،
بس ما بعرف إذا المدير بيقبلها ولا لا. أخي ها كان بيك المدير العام للشركة وهي بنته لارا. أخي يافوز تشرفنا بمعرفة. وأنا كمان تشرفت فيك. شوفتكن هون كان صدفة غريبة. كان بده يسجل لارا عنا هون بالمدرسة بس تأخر الوقت. من زمان بلش الدوام بالمدرسة. لا تهتمي تشيشك، السيد المدير رجال منيح ومتفاهم رح يقبلها فورا. قديش بيكون حلو، أصلا لارا بنت ذكية كتير ورح تلحق دروسها فورا وأنا رح ساعدها كمان، مو هيك لارا؟ ليش مفكرة أنا كنت حابة توصل الأمور لهون؟ بعرف يا ياسمين أعصابك تعبانة كتير، إذا بدك ارتاحي لفترة، أصلا بهيك حالي رح يكون صعب تشتغلي. طيب أنتو فيكن تكملوا الشغل بلاي؟ ما بعرف، بلكي مؤقتا بطلب مساعدة من حدا تاني. اوعى تفهميني غلط، أنا ما بدي استغنى عنك، بس لبين ما تتوضح كل الأمور، مو غلط، وأنتي بتكوني بهالفترة ارتحتي. فكري منيح باللي قلت لك يا، وهالشي منيح كتير من شانك انتي. ماشي سيفكي، انتي تطمني ولا يهمك. تصبحي على خير يا ياسمين. انتي من اهله. شو صاير؟ ابدا، بس ما كان اليوم كتير منيح. صواش تعال لعندي وخليك جنبي. طيب روحي، وينك هلا؟ طيب انا رايح خالي، اذا صار شي حاكيني. قلتلي انك وعدت خالك انه ما عاد تبكي، مو هيك اتفقنا حبيبي باران؟ قلي شو صار؟ هيك بدي ضل ابكي وابكي وابكي، انت عم تبكيني ولانك انت كمان يا تيتا عم تبعديني عن ماما. يا حبيبي باران، شو عم تعمل هون ولك؟ ولا شي خالي، هيك يلا لفوق. في شي جديد؟ ما في اغا، عم نستنى. الو شو عملت مصطفى؟ اخذت تهديدك مو؟
اشراف امرك اغا. انت اتصل من تليفونك لهون لشوف. الرقم المطلوب هو لك او خارج نطاق التغطيه، يرجى اعاده تليفون مسكر اغا. انت عم تتمسخر علينا يا كذاب. استغفر الله اغا. وين رقمك قديمه؟ لا انت زودت كتير، ما بيكفي اللي ورطتنا فيه عم تتمسخر علينا كمان؟ ها؟ رح اذبحك ولك، رح اذبحك. قولوا لك وين بطاقتك القديمة؟ اذبحك يا كلب، احكي يا حقيقي. كبيت اغا. كبيت اغا؟ اصبح ليش ما قلت لي من زمان؟ ولك انت عم تتلعب فينا يا ندل؟ وقف مشان الله، وقف يا اغا. الهام اطلعي لبرا، اشرف دخيلك يا حقير. مشان الله خلصنا بقى. بولات شو عم بيصير؟ والله ربي روحي من هون. لا بولات، بولات اغا شبك اغا، شو صار لك؟ جيبوا الدكتور. بولات لا تحب، شو صار لك يا اغا؟ خالي بولات، مصطفى انت خذ دخالك على مهلكم. بولات اغا اهدى اذا بتريد. على مهلكم، على مهلكم، على مهلك يا اغا، على مهلك. اشرف دخيلك على مهلك. خلص ولا يهمك، طمني. الهام يلا قوم اهرب. أرهان الهام هرب، ما رح خليني حبسوك هون. يلا يلا اطلع بسرعة. فوتوا لهم. يلا اختي على مهلكم، قعدوا على مهلكم، على مهلكم. ولاد شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ دخيلك يا ربي. الهام هاتي كولونيا. كولونيا خلينا نطلب الإسعاف. آه يا بولات، آه يا بولات. الحبوب، وين الحبوب؟ بسرعة هاتوا حبوب القلب بسرعة. كولونيا هاتي، هاتي هاي كولونيا. بولات بابا، اشرب بابا. أغا أنت بخير؟ هاتي بولات، اطلبوا الإسعاف. دخلكم خلينا نطلب الإسعاف. خلص يا ما فيني شيء. بولات صرت منيح؟ آه الحمد لله على سلامتك خالي. خفنا عليك كتير. بكفي أنا منيح، لا تعملوا لي قصة. بعدوا عنا شوي، خليه ياخد نفس. خوفنا عليك يا أخي. قديش كون شو بناء هاي ليكني ما متت. يا ربي لا بتحكي هيك. يلا لشوف، خلينا نشوفك هلا. خلينا نشوف انت عم بتهدد مين. سواش بطل صار مارق على راسي كتير من اشكالك بهالدنيا. كان لازم نحتفل بمدرسة لارا الجديدة. صحتكم. شكرا لك، بس ما كان في داعي. ايه حبيتي مدرستك الجديدة لارا؟ اذا انت معلمة فيها كيف ما بدي حبها. روحي. الشركة عم تمر بأيام صعبة. يمكن، بس رح نتجاوزها. يعني هلأ بعد ما طلعت مسألة الهيروين والشركات اللي ألغت طلبياتها، كيف بدكم تعملوا معهم؟ رح نتجاوزها يا فوز بيك، لأنه مسألة الشركات مو متعلقة بمنتوجاتنا، بس برأيي هن خافوا شوي، عم يعملوا هيك لأنهم خايفين ليخسروا زباينهم. بس البورصة نزلت. هاي بورصة تنزل تطلع، شركة بلدار القابضة فيها تتأقلم مع هالشي. إذا حابب اهتمامكن واستفساركن هاد فيكن تعرضوه على سواش بلدار، على الأقل أنت واحد من العيلة. Thank you.
عن جد انتو زودتوها، بكفي بقى. بس لو طلبنا دكتور كان احسن، مو هيك؟ هو عنيد كتير، ما عم يقبل. فداء، انا ما بروح هيك بسهولة. اخي، اخ اشرف، اورهان هرب. ابني انتو كيف تتركوا لحاله؟ اخي لما بولاد اغتى فورا اطلعوا انتشلوا ودوروا عليه منيح، بكل ساعته قريب، بسرعة.